دعونا في البداية نتعرف على المجهر الضوئي الذي يعتبر نافذة لعالم آخر، عالم الكائنات الدقيقة. فالمجهر هو جهاز لتكبير الأجسام الصغيرة التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وتوجد به العديد من الأنواع تختلف من حيث قوة التكبير والعدسة. فهناك ذو عدسة واحدة كما تشاهدون في الصورة، وهنالك ذو عدستين. تكبيره يصل إلى حوالي 1500 مرة. إذا مكونات المجهر الضوئي يتكون من، كما تلاحظون معي في الصورة، من العدسة العينية، وهي العدسة التي ينظر من خلالها المستخدم إلى العينة. لدينا ذو عدستين كما تلاحظون في الصورة، تتراوح قوة تكبيرها من 5 إلى 30 مرة. قرص إدارة العدسات. إذن هذه العدسات تسمى بالعدسات الشيئية، وهنالك قرص لإدارة هذه العدسات حيث تختلف من حيث التكبير. ثم لدينا العدسات الشيئية، إذن في الأعلى العدسة العينية، في الأسفل العدسات الشيئية. يوجد 3 أو 4 عدسات شيئية في المجهر، تتراوح قوة تكبيرها من 4 إلى 100 مرة، ويتم حساب التكبير من خلال ضرب قوة تكبير العدسة العينية مع العدسة الشيئية. قلنا توجد من 3 إلى 4 عدسات تختلف قوة تكبيرها، يعني توجد عدسة بتكبير 4 وأخرى بتكبير 10 ثم 40 أو 60 ثم 100، يعني تختلف من حيث التكبير. ثم لدينا مثبت الشريحة، يعني هنا توضع الشريحة ويوجد مثبت لهذه الشريحة، و الشريحة تكون في الصفيحة الزجاجية، وفوق توضع العينة وتوضع فوقها الساترة. ثم لدينا المنضدة أو المنصة، وتوضع عليها الشريحة التي يعني فيها العينة، وتحتوي على ضابطين لتثبيت الشريحة في مكانها. ثم لدينا مكثف الإضاءة و مصدر أو منبع ضوئي، مكثفة لتجميع الضوء وتركيزه على العينة. قلنا منبع ضوئي كذلك، والذراع لحمل يعني المجهر الضوئي، والضابط الكبير، لولب الضابط الكبير، يعني عند إدارة هذا الضابط فتتحرك المنضدة نحو الأعلى أو نحو الأسفل. هناك ضابط كبير وهناك ضابط صغير للضبط، يعني تكون حركة المنضدة بشكل بطيء بالنسبة للضابط الصغير، والضابط الكبير تكون يعني بسرعة. ثم القاعدة وضابط المنضدة، يعني يمكن التحكم في المنضدة. هذا بالنسبة لمكونات المجهر الضوئي.